إذن مشاهدين الكرام، انطلاقة موفقة للخيل المؤجنة الأصيلة 10 أو 9 من الجياد في مسافة السرعة 1200 متر، انطلاقة التصنيف 50-70 هانديكاب هنا في الريان بارك على الأراضي الرملية، انطلاقة يس وي كان دريم على المركز الأول، يأتينا ثانيا أيس إيلا ستومر على المركز الثاني، بينما ثالثا بولش كراون، والمركز الرابع كما أشاهد الجواد سافونيك ساوند المجد سعيد بن شافي تريسو، والمركز الخامس نتوجه لنشاهد باندولير لحمد الجني المالكي. إذن هذه الانطلاقة في المركز السادس، يتدخل على المركز الرابع ذا سكيتلر لمربط زاخر. إذن نعود إلى الصدارة المركز الأول، المركز الأول نشاهد الجود رقم 7 عفوا اللي هي شودة على المركز الأول في صدارة هذا الشوط شودة. إذن الانطلاق الموفق لمش شودة عفوا. نعود إلى المركز الأول هو يس وي كان دريم للمنصوري. إذا المركز الأول يس وي كان دريم عن أيلا ستومر، في المركز الثاني يس وي كان دريم على المركز الأول يا سيدة والسادة، يس وي كان دريم يس وي كان دريم فعلا يا سيدة والسادة، المنصوري مع يوسف الهاجري نتيجة نهائية بعد التعديل. أيها سيدة والسادة، المركز الأول جواد رقم 2 يس وي كان دريم منصور بن خليل منصور يوسف الهاجري، المركز الثاني جواد رقم 4 إيلا ستومر، والمركز الثالث جواد رقم 10 سافونيك ساوند المجد مونتاريسو، ورابعا من نصيب الجواد رقم 6 ذا سكيتلر لمربط زاخر تشارد مولن، والمركز الخامس من نصيب الجواد شودة حسن أحمد المالكي جيرالد فرانش. ألف مبروك.